القرار يحتاج قرار سياسي شجاع. إذا اعتمدنا على الحكومة بمراسلاتها ما راح نخلص. لا نضحك على بعض، الصدق من جاه. لا نضحك على أنفسنا ونضحك على الناس ونقول والله إحنا قاعدين نقدم. تحتاج قرار شجاع من الحكومة بحيث توفر جميع متطلبات هذه المدينة. يعني أنا طلبت إنشاء مستشفى مصغر، طلبت إنشاء جامعة صغيرة بجميع الكليات لتكون نواة للجامعة الأم في مدينة صباح الأحمد لبعد الطريق ما بين جامعة الكويت والمدينة. طلبنا أيضاً يكون في هناك مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. أعرف كثير من المواطنين وقفوا الدراسة ما ودوا عيالهم، يعني 75 كيلو رايح و 75 كيلو راجع، من بيتحملها؟ أيضاً يفترض أن مدينة صباح الأحمد يعتبرونها مدينة نائية حتى نرغب بالتوظيف فيها. مو معقولة مدينة علي صباح السالم اللي أقرب منها تعتبر منطقة نائية ومدينة صباح الأحمد لا تعتبر منطقة نائية. فيجب أن يكون هذا الأمر بمحفل الحكومة وتشوف لها طريقة. المشاكل كثيرة، وأنا أقول خمس دقائق والله لا تكفي بأننا نتكلم عن المآسي اللي قاعدة تصير لأهلنا وإخواننا في مدينة صباح.